الباراغواي دولة في أمريكا الجنوبية وعاصمتها أسانسيون. الباراغواي تحدها من الشمال بوليفيا، وتحدها من الشرق البرازيل، وتحدها من الجنوب الغربي الأرجنتين. الباراغواي بلد جميل جدا جدا يا جماعة للسياحة، مليان حدائق ومنتزهات. توجد في الباراغواي مدينة ساحلية اسمها سان لورينسو، هي المدينة الوحيدة التي تطل على نهر، وهي قريبة جدا من حدود الأرجنتين. الباراغواي دولة مسيحية مليانة كنائس، ولكن يوجد بها جالية عربية مسلمة قليلة جدا، وفيها بعض المساجد. اقتصاد الباراغواي منخفض جدا يا جماعة. الباراغواي شعب الباراغواي موجود بكثرة في دولة الأرجنتين والبرازيل، بيشتغلهم لأن اقتصاد بلدهم تعبان. اللغة الأسبانية في الباراغواي هي اللغة الأساسية للبلاد، وبعض الشعب الأكوارنية. نظام الحكم جمهوري، الانتخابات بالصندوق عن طريق السلطة التشريعية، فترة الرئاسة 5 سنوات. الخدمة العسكرية إجبارية في الباراغواي للنساء والرجال. الباراغواي مليانة مناطق سياحية، في حديقة كبيرة جدا اسمها زيرو كوارا، كلها مساحات خضراء كلها، وبيحبوا تربية الخيول، وكلها أشجار ونباتات وتلال. ده الريف يا جماعة، ده الريف الباراغواي. الصورة اللي انتوا شايفينها دلوقتي ديت الريف الباراغواي، وبيحبوا صيد الأسماك وتربية الأبقار والرحلات البحرية للتجديف. وتوجد مساحات خضراء على جانبي النهر. الباراغواي بلد تجارة جماعة واستثمار للعرب وليست للعمل، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وكررته. دول أمريكا الجنوبية دول فقيرة يا جماعة، دول فقيرة والله. اللي عاوز يروح يستثمر او يفتح مشروع، لكن يروح يشتغل لا، لان هم اصلا بيروح يشتغلوا. الباراغواي بيروح يشتغلوا في البرازيل والارجنتين. تقدر تقدم على الجنسيه في دوله الباراغواي بعد 3 سنوات من حصولك على الاقامه الدائمه. بعد 3 سنوات من حصولك على الاقامه الدائمه يحق لك التقديم على الجنسيه. الباراغواي تعتبر أرخص دولة في المعيشة في دول أمريكا الجنوبية، أرخص من البرازيل يا جماعة. وانتظرونا في حلقات القادمة. السلام عليكم، اللي ما يعرفنيش أنا علاء الدسوقي، مصري عايش في أمريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة حلف في العالم.